السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي، كنحييكم تحية خاصة إن شاء الله، خبرتي بين يديكم بإذن الله. هذا البرنامج اللي كنحاول ندير فيه حلقة كل أسبوع باش يعني نوريكم طرق جميلة إن شاء الله في التصرف في هذا الميدان ديال الحلويات والميدان ديال الباتيسري. مرحبا بكم. أولا وقبل كل شيء إخواني أخواتي، الشباب والشابات اللي بغاو يدخلوا للباتيسري، هذه نصائح خصني نعطيها لكم ان شاء الله باش تعرفوا كيفاش دخلوا للباتيسري وانتم على يقين بان الله سبحانه وتعالى غادي يوفقكم لذلك باذن الله، وتكونوا على يقين ان جميع الامور كلها باذن الله ان شاء الله الرحمن الرحيم. اول حاجه ان شاء الله خصني انا بغيت ندخل للباتيسري، في المثال غادي نعطيكم لي كاتيجوري اللي كيعرف اللي ما كيعرفش اللي ان شاء الله. اولا اللي ما كيعرفش وما عندوش حتى حاجه، ما كيعرف حتى حاجه، يمكن اولا وقبل كل يصلح بينه وبين الله اللي خلقه. هي اهم حاجه انك تصلح بينك وبين الله باش الله تبارك وتعالى يفتح لك ابواب بيبان الخير باذن الله. واللي بغيتي تدخل لاباتيسري غادي تمشي طلب العمل من لي باتيسريات انك ابرونتي في نفس الوقت، يعني غادي تساعد، غادي تكرر الطوات، غادي تمسح الفران، غادي تمسح الطبله، غادي دير هاد بحال هاد الاشياء البسيطه اللي هي بدايه الانطلاقه ديال ليك ان شاء الله في الباتيسري. وتكون الراس ديالك مهرس، ما تكونش منفخ، وما تكونش يعني هرس راسك، هرس راسك، صغر راسك، صغر راسك، يعني صغر راسك. ملي يقول لك الانسان اللي خدام في الفران جر لي داك الشاريو، مسح لي داك الشاريو، دفع هذه، هرس راسك، ما تكونش قاصح، بس اهبط الا بغيتي تطلع، يعني تفش بيبي ملي كيتنفخ كيجي من فوق. هذا ما خصوش يكون الانسان بحال هكا، خصو يكون انسان متواضع بسيط جدا. مسح، دخلتي باش تعلم، دخلتي باش توجه لواحد العرفة، وانت ما عندكش زيرو في ديك العرفة، ما كتعرفش ليها نهائيا، وبغيتي يعني تعرف لهذيك الحرفة، غادي تبدا ان شاء الله. دائما لي باتيسري كيبداو بالدراري اللي كيدخلوا جداد، كيديرهم يمسحوا الطوات وينقيو حدا الفران وينقيو الفران ديال الطياب ويعاونوا داك اللي كيطيب في الفران. اول حاجه غادي تبدا بها انك تعرف ان الطوات ضروريين في لاباتيسري، ضروريين، خصهم يكونوا نقيين. خصني ملي نحط واحد بتي بان فوق الطاوه خصني ما تكونش ديك الطاوه فيها دي طاش وفيها سميتو اللي يمكن يسخها من التحت وتجي ما مزياناش. هنا غادي تكون السمعه ديالك هي اللي كتلعب دور مهم، وانت هو اللي كتلعب دور مهم في هاد الحاجه، ان جميع الاشياء اللي كنطيبوا في الطاوات يجيو من التحت ديالهم نقيين هكا كيديروا. والدور ديالك هو هذا، الدور ديالك انك تنقي الطاوات مزيان وتعزل الطاوات المنقيين وتعزل الطاوات اللي مخرجين من الفران وتكرطهم وتنقيهم وتحطهم في الشاريوات ديالهم. وهكذا ان شاء الله بديتي انطلاقه جميله، بان الناس اللي الفوق في لاباتيسري اللي الحلويين غادي يشوفوا الطاوات المنقيين اكثر من داك الشيء، اكثر من داك الشيء اللي كيعرفوا. في المثال كان واحد قبل منك كان كيكرط الطاوات، ماشي هو هذا، كان ماشي نقي، كيشوفوا انك تبارك الله عليك، يعني غادي تسمعها منهم تبارك الله عليك، برافو عليك، يعني الخدمه ديالك القيه. وهكذا غادي تكتسب واحد الدرجه زوينه في عيون ديوك الناس اللي يمكن لهم هما يكونوا السبب، او الشيف ديالك، الشيف ديال لاباتيسري يشوف كتنقيك، يشوف كتبغي، غادي يقول هذا الدري تبارك الله يعني نيه وعنده وبغى يخدم وبغى سميتو، نطلعوا الفوق. وغادي يطلعك لابوراتوار، غادي يطلعك لابوراتوار او ينزلك لابوراتوار، لان كاين لي باتيسري عندهم لابوراتوار الفوق يعني في بريميير ايطاج، وكاينين لي باتيسري عندهم لاباتيسري من وراء المحل ديال الواجهه العامه. غادي يطلع يدخلك لتماك، وتماك غادي تنطلق باذن الله. ربما يديك عند الكروسونتي يقول لك خدم هنا مع هذا السيد، خدم معاه، وديك الساعه كتعلم قبل ما تطلع الفوق. نبغيك تعلم الطياب ديال الفران هو الاول، لان هنا راه مهم، راه الانسان اللي بغى ينطلق باش يكون في واحد المرتبه عاليه في المثال باش يوصل الشيف، خصو يدور يدوز من الف الى الياء، ينطلق من الفران، من الطاوات، من مسيح الطاوات، من هذه، وغادي ان شاء الله يطلع باذن الله حتى كي
يصوب كل شيء إن شاء الله. مي درجات داك شيء درجات الانطلاقة كما كنقولوا النية الصادقة، وما تشي وما تطلبش ما تطلبش في البداية، ما تطلبش الثمن، ما تقولش أنا بغيت تخلصني 200 ألف فرانك ولا 250 ألف فرانك ولا ما غادي ما يشوف. دخل متوكل على الله ودخل كأنك نية، وإن شاء الله المجهود ديالك ما يضيعش. غادي يجي الباترون، غادي يشوفك الشاف، غادي يشوف العمل ديالك، غادي يسولو الباترون داك الدري الجديد اللي دخلنا كيفاش داير، غادي يقول ليها ودي داك الدري تبارك الله راه شي حاجة، الطاو ديالو كيكونوا نقيين والعمل ديالو البلاصة ديال قدام الفران كتكون نقية والواجهة ديال الفران كتكون نقية، هنا راه اكتسبتي واحد الدرجة. ما تقولش هذا الشيء لا انا نغش انا كيفالو الطاو يكونوا مسخين، لا هنا غادي تخسر، هنا غادي تخسر، وهنا ما غاديش تطلع لتا شي بلاصة وما غاديش توصل لتا شي بلاصة يعني. وهذاك اللي كطيب معاه خصك ترد معاه البال وتقول ليه كيفاش هذيك، واش طيبين هذوك الكرواسات، واش ما طيبينش، واش هكا واش هكا، وتسول وترد البال، وتكون عندك الساعه في يديك الساعه كترد ليها البال ملي كيطوي لي وحشه حاجه في الفران كتشوف فيها شحال دوزات في الفران وشحال ديال الوقت دوزات، وهذا الشيء كامل خصك تعرفه. وهنا ان شاء الله راك غادي في الطريق السليم الصحيح. ربما هذاك السيد اللي كيطيب في الفران يكون مريض، غادي تبلاصيه واحد سيمانه ولا تبلاصيه واحد 15 يوم على حسب، لان الانسان راه دائما كيكون هكا، كتكون الانسان ضربوا الرواح وقصح داك الرواح اللي ضربوه وغادي يمشي يرتاح، شكون اللي غادي يبلاصيه؟ انت هو الرومبلاسون ديالو ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي تطيب في الفران وغادي يشوفوا الطياب ديالك مزيان، غادي ترد البال الطياب يكون زوين، الطياب دائما ديال اللون ديال اي حاجه في لاباتيسري يكون اللون ديالها ذهبي اللون، ما تكونش الطياب غامق، ما يكونش هابط في الطياب يعني مشات قريبه تحرق، ما تكونش خضراء لا في الجناب ديالها لا في الفرانه ديال لاباتيسري. الحمد لله انهم بروفيسيونيل، ماشي فران اللي غادي تلقى واحد الكرواسه طيبه هكا وواحد الكرواسه ما طيبهش هكا، غادي ترد مهم البال داك السيد اللي خدام معاه لتحت كيفاش واش كيقلب الطاوات في الفران، واش كيخليهم على داك الصفه حتى كيطيب كل شيء، واش 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 كل شيء، هذا الشيء تعلم ليه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ملي غادي يطلع الفوق ان شاء الله، ملي غادي يشوفك الشاف، انا على يقين انا راني اني راه متر باتيسي استاذ في لاباتيسري، كنعرف كيفاش كتنطلق هاد العمليه ديال لاباتيسري من البدايه ديالها الى النهايه ديالها. انني نشوفك غير نشوفك في المثال بحال هاد النصائح اللي عطيتك طبقتيهم ودرتيهم مباشره غادي نطلعك الفوق مباشره. هاجي تخدم مع الكرواسونتي، غير اللي غادي تمشي تخدم مع الكرواسونتي في المثال غادي تكون الخدمه ديالك بالليل، لان الاغلبيه ديال الكرواسونتي كيخدموا بالليل، غادي يكون العجينه بالليل والطياب بالليل كل شيء بالليل ان شاء الله الرحمن الرحيم. بما انك دزتي في الفران لتحت غادي تبدا تطيب الكرواسه اللي كتنتجوها انت وهذاك، لان الليل ما كيكونش عنده ان شاء الله هذاك السيد اللي يطيب في الفران، داك السيد اللي كيطيب في الفران كيخدم الصباح حتى الربعة او الخمسه كاع سته كاع وكيخرج يعني باش يجي ثاني الغد ليه. هنا جميع لي باتيسري ما كيديروش جوج طيابه، ما كيديروش واحد طياب النهار واحد، تماك غادي تطيب الخدمه ديالك ديال الكرواسونتي انت اللي خدام فيها، والاخرين راه غادي يطيبوا يعني ما كاينش كيكون غير الكرواسونتي تقريبا في الليل هما اللي كيصوبوا بحال الفلتاج بحال كيوجدوا المسائل اللي بهذوك الدراري اللي خصهم يدخلوا مع السبعه الصباح خصهم يلقاو هذاك الشيء اللي عمرو لي ورق الورقي ديال الملفوي لي كرواسون لي كرواسون باش غير تحل المكازا تحط الكرواسا في المكازا. وغادي تخدم ايضا بنيه صادقه هنا في هذا البوست وان شاء الله الرحمن الرحيم، راه ربما الشاف يدفعك البوستات الاخرين الا بغى لك يعني، وتكون مع الشاف دائما على مشاوره ديالو تسقسيه تسولو وتبين ليه انك كتحترمو، تبين ليه انك يعني في المقام واحد المقام زوين يعني عندك مؤدب ما سميتو، والنجاح ديالك راه مضمون باذن الله، باذن الله ماشي باذني مضمون، لان غادي يشوفك هكاك غادي يجرك الحدا يقول لك اجيت حدايا باش تكون معاوي مد لي هذه مد لي هذه مد لي هذه، وها انت طلعتي في القرايد وها انت طلعتي في سميتو ديالك والاجره ديالك غادي تطلع، وان شاء الله غير تمشي تكون عندك بوست او جوج بوستات راك واصل ل 4500 درهم 5000 درهم باذن الله غادي توصلها في البيمون ديالك. وهكذا 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 تشد البوست ديال الكرواسون كتعرف ليها، مشيتي للبوست ديال لي بتي فور تعرف ليها، مشيتي للبوست ديال هنا تعرف ليها، وقت ما كاين شي لومبان عند
في الحركه ديال الدائريه ديال لاباتيسري كيصيفطوك تعمر ديك القنيطه، وقت ما كان لوبان مول بتي فور ما كاينش، مول الكرواسا ما جاش، مول هذا ما كاينش، كاين شي مشكله في هذا البوست، كتعمر دوك لي بوست كتمشي كتولي كتعرف العدد الكبير ديال لي بوست اللي هما لي بوست بزاف لاباتيسري كتعرف ليهم، وهنا كتعلم الكرواسون البتي فور هذه وراك انت غادي توصل ديك الساعه لدرجه انك غادي تصبح ان شيف ديال ان باتيسري من البدايه ديالها. في المثال يلا تحلات جديده، في المثال قدر تحط اسميتو ديالك وتمشي تخدم لهذيك لاباتيسري بدون ما تخرج من ما تخرجش من المحل من البلاصه ديالك. ما عمر الانسان، شوفوا هذه نقولها لكم، ما عمركم تهزوا رجليكم من واحد البلاصه لبلاصه اخرى بدون ما تطلبوا انكم غادي تنتقلوا. طلبوها، راه لقيت واحد الخدمه اخرى من فضلك الشاف والباترون ديالك حتى هو، وتقول له لقيت واحد البلاصه اخرى غادي يعطيوني شويه الثمن، عندي مصاريف، عندي ربما هذاك السيد وهذاك الشاف ما يبغيوكش تفارق معهم، يبغيوك يشدوك في هذيك لاباتيسري، غادي يزيدوك في الثمن ديالك، وغادي تكون باذن الله انك مقتنع تبقى تماك، وغادي تزيد تعلم تماك، وغادي تزيد سميتو تا واحد النهار الاقدر الا تقضى الرزق في شي بلاصه غادي تجي مشكله اللي غادي تقضي هذيك الرزق باذن الله، غادي يوقع حدث اللي غادي يقضي لك الرزق ديالك، وتكون تعلمتي وتكون عندك واحد الخبره اللي يمكن لك نهار تمشي. غادي هنا غادي ندخل في الجزء الانسان اللي كيعرف ديجا بدا كيعرف اشنو غادي دير ديك الساعات، غير تمشي تخدم، غادي تمشي تخدم خص تكون عندك خبره، اكتسبتيها في المحل فاش كنتي في الاول، هنا جيتي باش تاخذ واحد البوست مهمه في هاد الباتيسري، بوست مهمه في الباتيسري، ان هاد الباتيسري بغات معلم صحيح اللي غادي تعطيه 6000 درهم، غادي توصل معاه حتى 7000 درهم، حتى 8000 درهم باذن الله. الا كنتي كتعرف دير كل شيء وكتعرف تصوب كل شيء، غادي تقول لهم شوف في البدايه غادي تطلب اننا غادي ندخل من فضلك نخدم معكم واحد 3 ايام او 4 ايام، وغادي نقدم لكم داك الشيء اللي كنعرف، غادي نخدم نصوب شويه ديال الكرواسان، نصوب شويه ديال هادي، نصوب شويه ديال هادي، نصوب شويه ديال هادي، وتشوفوا الخدمه ديالي، الا عجبتكم نبركوا الطبله ونتفاوضوا ان شاء الله. غادي ان شاء الله ملي تكون عندك هذه الخبره فعلا وانت على يقين وعندك الثقه في نفسك انك غادي تنجح، راك غادي تنجح. الا ما كانتش عندك الثقه والتوكل على الله راه ما عمرك تنجح، واخا تكون كتعرف، لان النيه باش داخل هي اللي غادي تلقى. اللي عندك النيه انك غادي تنجح، وعندك النيه انك عارف، وعندك النيه انك كنت كتصوب وكنت كدير، غادي تدخل دير داك الشيء اللي كتعرف ليه. هنا غادي تقيموا المسائل ديالك، وهنا غادي تاخذ البوست ديالك كشاف او كمساعد للشاف اللي غادي تشد 7000 كما قلت لك وتمنى قدر، وهانت انطلقتي ان شاء الله باذن الله. هذا مهم بالنسبه للشباب ديالنا يعرفوه، لان انا كنت في لاباتيسري امود كيدخلوا كيجيو الدراري، انا اللي كندخل، انا اللي كنخرج، انا هو الجيرون ديال لاباتيسري، عندي 40 خدام تقريبا، هذه حتى واحد ما ينكرهاش وحتى واحد ما يقدرش ينكرها نهائيا، انني كنت يعني كلمتي ما كطيحش الارض، كلمتي ما كطيحش الارض، ملي نقول الكلمه هي اللي كتمشي، ملي كندير شي حاجه هي اللي كاينه باذن الله، لا من جهه لي باترون ديالي ولا من جهه العمال ديالي. وهنا انا في النظام اقصى شاف يمكن عرفته مدينه الدار البيضاء قاصح، كنت ما كنرحمش على الضفار، ما نرحمش على اللوسك، ما نرحمش الطبالي يكون مسخين، ما نرحمش ان الارضيه تكون مسخه، ما نرحمش ان شي واحد يجي الطبليه ديون مسخين، ما نرحمش هادشي، ما كنعرفكش، كنعرفك انك تطبق القانون وانا معك. حتى ديك الضياع ديال الوقت بالهضره يهضر هذا ويبقى هذا واقف مع هذا يهضر، ما مقابلهاش، ما نخلي حتى شي واحد يمشي على في هذيك الطريق، لان عندنا 7 د الصباح 4 د العشيه خروج من 7 حتى 4، عندنا واحد التوقيت ديال الفطور، عندنا واحد التوقيت ديال الغداء كنحترموه،
كنوضو نطبقوا الخدمه ديالنا ولي كوموند في الوقت ديالهم وجميع المسائل في الوقت ديالهم بدون تضييع الوقت. بدون تضييع الوقت ينزل الواحد يمشي للفيستير باش يدخل للتواليت ولا شي حاجه وينزل يمشي واحد ساعه ديال المكانه ولا نص ساعه ديال المكانه ما نسمحش ليه. وهذا المشكل هذا المشكل كيوصل عليه انك تطرد الانسان من العمل ديالو الا دار هكا. علاش؟ لان هنا في واحد السيستيم ميليتير تقريبا عسكري ايضا لانه بحال سيستيم ميليتير ما يمكنش لينا نتهاونوا ما يمكنش لينا توصل وقت الكوموندات ونقولوا للناس ما نعطيكمش كوموند ديالكم مازال ما خرجوش راه مازال القدام ما خرجوش مازال هذا الشيء كامل ممنوع في لاباتيسري. خصنا نتعلموا هذا السيستيم ونكونوا بحال هكا نكون انا راه قدوه لعدد كبير ديال الشباب. حتى انني انا كيجيو دي باتيسري كيعرضوا عليا عروض جيده. علاش عروض جيده بزاف؟ يعني علاش؟ لان ملي كندخل واحد لاباتيسري كنلقاها ماشي هي هذيك ما منضماش من اول حاجه كنشوف اولا الارضيه ديال سميتي واش صالحه الجليج واش زوين هذه واش زوين كل شيء هذا الشيء كنرد ليه البال. وهذا الشيء اللي كنطلب من الباترون اول حاجه يدير اصلاحات في لاباتيسري ديالو عاد كنمشي معاه ننطلقوا. هاد الخدام كاينين الخدامه اللي غير ما عندهم سوق واش غندير لهم انا؟ ما بغاوش يخدموا مولفين تفليات مولفين غير يعني يضيعوا الوقت. انا غادي نقول هاد الخدامه مسكين راه مسكين راه ما مسكينش. المسكين هو اللي كيحترم راسو. المسكين هو اللي مشى بغى يجيب الطرف ديال الخبز لوليداتو او الوالدين ديالو. المسكين هو هذاك اللي كيجري على رزقه وكيعرق عليه ماشي المسكين هو اللي كينعس وكيتفلى وبغى الرزق. فين غادي يجي الرزق؟ وعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هكوا هذه آية من القرآن خصنا نطبقوها على حياتنا وعلى عملنا وعلى سميتي الا بغينا ننجحوا. الا ما بغيناش راه ما ننجحوش. راه غلط في غلط ان واحد الانسان يكون مرخوف ومناس وداخله خصو يبركي واحد ساعتين المكان يفطر واحد ثلاثه السوايع في الطواليت واحد هكا. وملي تجو تشوف السبعه للربعه شوف شحال من ساعات ثمانيه السوايع او سبعه السوايع او اسميتو تلقى مضيع فيهم ربعه السوايع مضيع فيهم المحل مضيع فيهم الباترون ديالو مضيعو. يعني انك كتاخذ واحد الاجره كتستحقها هذيك الاجره اللي كتستحقها الا ما اديتيش فيها الدور ديالك وما خدمتيهاش وما عطيتيش فيها الانتاج ديالك. الباتيسري شنو هي؟ انا نقول لكم الباتيسري شنو هي. الباتيسري هي كالكي الحساب. حساب شنو هو الحساب؟ يعني خصني في المثال الروسي ديال المحل ديالي كتوصل 10000 12000 او 20000 درهم او 30000 درهم خصني نزيد للروسي تا ماشي نقص ليها. علاش غادي نقص لها؟ الا جاو الناس ما لقاوش السلعه ما كايناش ملفي كاينه هذه ما كايناش هذه ما كايناش البيتزا ما كاينش لي كيش ما كاينش لي كرواسون ما كاينش لي طارت ما كاينش لي بيتي فور ما كاينش هذه ما كاينش. اش غادي يديو؟ فين غادي نخرج انا هاد الفليسات؟ وفين غادي نخرج الفليسات اللي غنعطيك؟ وفين غادي نخرج الفليسات ديال لي فوندوز ديال لي بولونجري؟ وفين غادي نخرج الفليسات اللي غادي يعني نخلص بهم الضرائب ديالي؟ وفين غادي نخرج هاد كل شيء؟ هذا الشيء خصو يلاحظوا الانسان ويكون يعني مقتنع انه دخل واحد العمل خصو يعمل ان شاء الله بكل يقين ويعطي الا بغى ينجح. والنجاح راه كيجي النجاح راه الانسان اللي كيسعى من وراء النجاح.